مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من علاش لا لا. موضوعنا لنهار اليوم هو على عيد الحب. هو على عيد الحب. هو على عيد الحب. استغفر الله يا رب. الله يا ربي. احنا هبطنا للشارع وسقسينا على الجزائريين واش يمثل لهم الحب في حياتهم. ما كانش منها كاع خرطي. كاينه كلش كذاب. ما كان والو خرطي. جياحه. شنو غير الحب؟ ما انا مش بالحب. بزاف نحبها حبيبتي. حبيبتي عوامه ماشي بالهموم بالبكري تعوم. جي با بيزوان دو لامور. جي با بيزوان دو تابيتي. نحب حمزان يا ماما. نحب اسلام كان يشوفونا الدول الاخرين شغل جيهم طايحه. نحب فارس. هذيك تولي كل واحد يسختو تبهديلك شغل. ما كاش الحب في الجزائر. في الجزائر. في الجزائر باينه بلي نحب يما ابار يما ما كاش والله والو. ني 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 باباهم ني هو. وشنو هي قصة عيد الحب إذا يعرفوها؟ وش منو كاتغسيو يعني ما نعرفش قالوا كاتغسيو وش من هذا عيد الأضحى عيد أه؟ حب الرب. راني نشوف باللي يحتفلوا به الجزائريين. وشنو هما لي كادو لي يهديوهم؟ نخلص النساء بصح ما نشريش كادو. ما يشرفنيش باش ندي لوحدة وردة. ديت لها بون كبير. يشرو هذوك الدبوبه دبوبه دبوبه. والله غير ديت لها بون كبير وحمر وكبير بزاف. يشرو يلبسوا حموره ونخرجوا ونقعدوا غير نخلصوا. كيما قلنا لهم بلي كاين قانون يرفض لي كوبل اللي يصيبوهم قاعدين برا. ايه راني مع القانون اللي يعاقب البنات والولاد. يا ماما نورمالمون ما يتحكاوش هاد الامور. يا بنتي احنا سودوا لنا ساعتنا. ها كاين والو خرطي. يحب وحده وبعد يبدلها بوحده. يحب وحده وبعد يبدلها بوحده. هذه واعره هذه. نزشنا عشق انا خلاص. السلام عليكم. انا من بلدية مدعوراش ونحب ولاد اختي ونحب مدعوراش بلادي ونتمنى يديروا لنا سبيطار مستشفى كبير للمرضى. عندنا المرضى بزاف. والله يا مدام على باليش انا ديجا عندي مشاكل دراري والاب ما توفى ونتربي في دراري. والله ما يمثل لي حتى حاجه. انا يمثل لي ندخل للدار نغسل مواعني نفرش نسيق لرقد الصباح نروح خدمتي. واش يمثل لي؟ فضل نوض فمك نوض. الدنيا كاع تحب قاعده تاع الزنقه تحب بصح ماشي حب حقيقي. حب فيستي يقول انا نحبك هو ما يحبكش ما يحبهاش. اه ولا لا لا هاك انا راه يتخزر فيا. كل واحد والنيفو ديالو. ما كانش منها كاع خرطي. يحب وحده وبعد يبدلها بوحده. يحب وحده وبعد يبدلها بوحده. انا نعرفهم وشفناها. ماش منها الحب. شوف الراجل اللي يقول للمرأة نحبك ما يحبهاش. يرحم بابك. سيريو باباك ويماك تحبوه ونحبوا الرسول بلا ما شفنا هذا ما كان. كاش كاع هذيك قلت كاع كذب. الحب نحب يما وبابا. حبوا الإسلام. حبوا الدين. جاءته رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة. قال الجزائر. باينة بلي نحب يما أبار يما ما كاش. ما كاش ما قال لك ما تبغي غير ميمتك. ما تكتب ما تكتب. حب الوالدين وحب الرب. استغفر الله يا ربي استغفر. قول لك حد شنك تيه اليوم راني فيك وش طيب حين 14 فيفري هم دايرين ما شغل عيد الحب. وهذا عيد الحب زعما شغل انت تلبسي الاحمر هو يلبس قرينا على بالي انا عارف. يرحم بابي. ايه وجيبوا لك بوبون وجيب لك ورده ان شاء الله. قولي له جيب لك ما تنساش. اعطاتني هديه ليش نتفكرها. اعطاتني هديه ليش نتفكرها. ورده حمراء وزينه جبتها عتاب بينك. ورده حمراء وزينه جبتها عتاب بينك. ولا كان على هذا العيد الحب 14 فيفري هذا اللي رامي يهضروا عليه انا ما اكزيستيش عندي.
ما اكزيستيش عندي كاع باسكو في الدين تاعنا ما كاش هذا عيد العب ما كاش يا والله غير يكذب ويخرط ويزيد ونعرفو مليح انا يا ماشي انا اونكو بصح انا شنو لي اونكو انا ما نعرفش شنو ليكو يا لاباوا كاطور شيفري خرطي كيف كيف والله العظيم غير خرطي والله غير جامي اه نخلص لنسى بصح ما نشريش كادو نشري لها في عيد الحب ولا نشري لها زعما قرعه ريحه نشري لها زعما بصح باش عيد الحب هذا جامي والله غير ديجا نسيتو كما فكرتونيش فيه والله غير نسيت ما كاين والو خرطي يما ما يشريلهاش يشري لصاحبته اقسم بالذي لا اله الا هو ان تدخل جهنم انت ما يمثل لي والو الحب يمثل لك شغل مسخيره ما كاين والو جياها نكذب عليك شغل حبيتك شغل ما خرجتش عليا نورمال مو هي انا مشي غالط شغل جات منها نحب صحابي اكثر من نحب وحده والله العظيم نحب حمزه نحب اسلام نحب فارس سمعت بها لا دوك فان سمعت بها بيس كاين دي زون كي شايفها بون تاع تيري ملي شغل ولا بين لا ماش ثاني سي سا تما هذيك هي لاباس تاع 14 فيفري تما نهار هو جا بالجمعة تما شغل بريباراسيون بالخميس كي شايفها ما كانش كادر ناس هذا العام سبحان الله يا بنتي حنا سودو الناس عندنا زوجين ما عرفنا لا حب ولا ما تزوجتيش عن حب بكري كنا خوف ما نشبعوش خصنا غير الحب صح الحب ما مع الجو يكون لا احنا ما عجبناكمش انا ما انا منشبع J'ai pas besoin de l'amour. Tout simplement. Habib Manaya. J'ai plus de l'amour. 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 كاين صوالح بزاف ميكا وبالك يما ما يشري لهاش قرعه ريحه ويشري صاحبته ويشري لها كادو بالك تا 500 الف مليون نورمال ويما بالك كان نقول لها شري لي جبه دير 50 الف ما يشري لها ما شوفي ما نقول لك الحب هذا ما كاش منها كاع ايه راني مع القانون اللي عاقب البنات والولاد نقول لك وعلاش ثاني باسكو قلت لك باللي كاين بنات راهم يخرجوا من دارهم ديجا وماشي على جال هما يخرجوا راهم يقراو بصح ماشي راهم يقراو بالك باباها امام بالك باباها ما عمليش شنو بالك داعيه كاع بالك امام وما يحشم باش يوقف قدامه بصح هي وراها راها معاه كاش ديجا من برا وكذا منها وتزها اقسم بالذي لا اله الا هو ان تدخل جهنم انت انا مع القانون هذا باسكو مليح لينا مليح لخياتنا مليح مليح العقوبة شغل ينقصوا الفساد يا لاباوا ايه نورمال مو ميخلوش كاع لي كوبلا كيدورو في طريق ومنا عيب باسكو انا في بلاد المسلمين وشغل عندك بلي ولينا ماشي شغل نبانو ماشي مسلمين تبهديلك شغل كان يشوفونا الدول الاخرين شغل جيهم طايحه يقول لك الجزائر ومنا ونورمال مو فلسطين شغل مقدرتنا ومنا كان يجوا يشوفوا تبهديل هذاك شغل يحشموا صح ولا ماشي صح وما يعرفش الكود لو كان جاي يعرف الكود كاين بزاف بلايص ما نديركش بيبليسيتي اختي انا باينه من داك لاباس ديالي وينتكم 14 فيفري انا ما مستعرفش بها كامل اختي نكذب عليك اخي نحكيك سيريو 14 فيفري ولا طاحوا عليك انت ما تعرفش البلاد باش نجيك من الاخر اختي الا طاحوا عليك انت هاد الليل باش تقصير وتشك عافسين عليك ولا دوريجين حنا دوكا ما وليناش نحبو اختي نكذب عليك انا دوك زعما راني خارج مع طفله زعما نحبها عم بالي بلي مانيش نحبها نجوز بيريودا يومين ثلاث ايام سلام عليك وما سحق حتى واحد يزيد يعيط لي صاي ما تعيطي لي ما تعيط لي لا سهيله لا والو ما تعيطي ليش وما تهضريش معايا دلنا عندي تاع سيدي علينا انا نبغيها وصاي هذا انا عايش في حبس كبير وين يزيدوا يدخلونا للحبس انا في حبس ما كاش وين يزيد تدخل للحبس وزعما شغل زعما كيف زعما يقبضوك بالكيف كيف هذيك تولي كل واحد يعس اختي اختي نقول لهم انطلعوا في شرفهم طلعوا في البنات اللي ياخذوهم ويديروا بيوت ان شاء الله ويجيبوا دريه حلاليه
ماشي يتم السخروا يرميهم. ايه البنات راه من غروا بزاف يأمنوا. كيفاشتم مشاهدينا؟ كانوا هادو هما آراء المواطنين على موضوعنا نهار اليوم اللي كان هو على عيد الحب. إذا انتم تانك حبيتوا تشاركونا بآراءكم، معليكم غير تدخلوا صفحة الفيسبوك هوا.دي زاد وتشاركونا بآراءكم. سلام.